السلام عليكم يا أحلى متتبعين، أينما كنتم أتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم إن شاء الله سأقوم بتحضير وصفة فكرة عشاء أو غداء، أتمنى أن تنال إعجابكم، وإذا أعجبتكم لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي وكذلك أن تفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم دائما كل ما هو جديد. بسم الله على بركة الله. سنحتاج إلى البطاطا. بالنسبة للحبات كما تلاحظون معي، أنا هنا لدي 4 حبات متوسطة الحجم. أما إذا كانت البطاطا كبيرة يمكنكم استخدام حبتين فقط، أو بالنسبة للكمية فهي حسب الرغبة، يعني إذا كنتم ترغبون في وصفة يعني بمقادير كثيرة. أنا هنا سأقوم بتحضير وصفة يعني كما ذكرت لكم وصفة عشاء أو غداء. بسم الله، سأقوم بتقطيع البطاطا بهذه الطريقة إلى شرائح صغيرة. وحتى بالنسبة للنوع كما تلاحظون معي يمكنكم استخدام بطاطا بيضاء أو البطاطا الحمراء. بالنسبة للنوعية فهي يمكنكم استخدام أي نوع. من بعد ما انتهيت من تقطيع حبات البطاطا، الآن سأقوم بوضعها في هذا الإناء. بسم الله. من بعد ما قمت بتقطيع البطاطا ووضعتها في الإناء، كذلك سأحتاج إلى 2 كأس من الحليب، كل كأس يزن 150 ملي من الحليب. سأقوم بوضع الحليب. وكذلك سأحتاج إلى القليل من الملح، بالنسبة للملح حسب الذوق، ملعقة كبيرة من الزبدة. يمكنكم استخدام الزيت أيضا، إذا لم تتوفروا على الزبدة استخدموا ملعقتين من الزيت، ملعقتين كبيرتين. الآن سأقوم بوضع الإناء على النار حتى تنضج معنا البطاطا بشكل جيد، وبعد ذلك نلتقي. هذه هي البطاطا وهي تطهى. نقوم بتقليب البطاطا قليلا لكي لا تتسغ معنا بهذه الطريقة. وبعد ذلك أقوم بتغطيتها مرة أخرى وأتركها حتى تنضج. الآن سنلقي نظرة على البطاطا. كما تلاحظون معي هذه هي البطاطا، لنرى لقد استوت معنا بشكل جيد كما تلاحظون. الآن سأقوم بإطفاء النار. الآن سأقوم بوضع البطاطا في الصحن الذي سأقوم بإدخاله إلى الفرن. بسم الله، هذه الطريقة. من الضروري أن تقوموا بتحريك البطاطا حين تكون تطهى لكي لا تلتصق معكم. أنا هنا التصقت معي قليلا كما تلاحظون معي. من بعد ما قمت بوضع البطاطا في صحن الفرن وكذلك قمت بتسويتها بهذه الطريقة. أيضا سأحتاج إلى الجبن. أنا هنا لدي جبن الموزاريلا وكذلك الجبن الأصفر، يمكنكم استخدام الموزاريلا فقط إذا أحببتم. بسم الله، سنقوم بوضع الجبن بهذه الطريقة. نقوم بتوزيع الجبن على البطاطا بأكملها. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الوصفة وتجربونها، وإذا أعجبتكم لا تنسوا أن تكتبوا تعليق أسفل الفيديو وكذلك أن تشتركوا في القناة إذا لم تكونوا مشتركين. فدعمكم لنا كما أقول لكم فهو يحفزنا لإنتاج العديد من الفيديوهات. من بعد ما قمت بوضع الجبن، الآن سأقوم بإدخال الصحن إلى الفرن لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة فقط لكي يذوب معنا الجبن، وبعد ذلك نلتقي في الشكل النهائي. من بعد ما قمت بإخراج البطاطا من الفرن فهذا هو شكلها النهائي. أنا تركت البطاطا في الفرن فقط لكي يذوب الجبن ولكي نحصل على هذا اللون الذهبي. فهذا هو شكلها، شكل جميل وأنيق أيضا. وحتى إذا كانوا أطفالك لا يحبون البطاطا، أنا أكيدة بأنهم سيعشقونها بهذه الطريقة. الآن سنرى شكل البطاطا من الداخل.
الآن سنرى شكل البطاطا. بسم الله نقوم بتقطيع القطعة. هذه هي البطاطا كما تلاحظون معي، لقد استوت معنا بشكل جيد. سأتذوق لنراها المذاق. صدقوني فهي وصفة جد لذيذة وفعلا تستحق التجربة كما تلاحظون معي. كما ذكرت لكم بالنسبة للبطاطا لقد استوت بشكل جيد. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الوصفة وتجربونها، وإذا أعجبتكم لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي وكذلك أن تفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم دائما كل ما هو جديد. أما الآن لم يتبقى لي إلا أن أودعكم وأقول لكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.